هناك طوائف عديدة أي فرق متعددة كذبت الإسلام معنا أي من حيث الحقيقة والواقع ولو انتموا للإسلام أي ادعوا أنهم مسلمون بقولهم الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلوا وصاموا أي صورة لأنهم ناقضوا أي خالفوا معنى الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما فإنهم خرجوا من التوحيد أي من الإسلام بعبادتهم لغير الله فهم كفار ليسوا مسلمين كالذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب وهو الخليفة الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أناس يعبدون الخضر وهو نبي على القول الراجح أو أناس يعتقدون الألوهية للسلطان العبيدي المعروف بلقب الحاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية ودعا الناس لعبادته ويوجد غيرهم ممن يدعي الإسلام لكنه يعتقد مثل اعتقاداتهم أو يأتي بما في حكم ذلك من القول والفعل أي يقول قولا أو يفعل فعلا يخرجه من الإسلام.